رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمان رجال وقال لي يا فاطمة إني زادك في بدن ذوبا فقلت له أعوذك بالله يا أبت من الذوب فقال يا فاطمة ائتني بالكساء زماني وغطيني به قال فاطمة سلام الله عليها وما رحك فاطمة سلام الله عليها فاتيت بالكساء وغطيت به وصرت انظر اليه واذا وجهه يتلألأ نورا كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها وما كانت إلا فاطمة ذات ولد حسن عليه السلام قد قبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني فثمرت فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت نعم من نجدك نعم صحت الكساء فأقبل الحسن عليه السلام نعم الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا رسول الله أتى زمن لي نفس معك معك تحت هذا الكساء فقال له عليك السلام نعم قال رضيت لك فدخل الحسن عليه السلام معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها فما كانت إلا ساعة وإذا لولد الحسين عليه السلام قد قبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت لك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم إنا جدك إنا جدك وأخاك نعمان تحت هذا الكساء فنظر الحسين عليه السلام نعم الكساء وقال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء وقال له عليك السلام يا حسين ودخل معه الحسين عليه السلام تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمة سلام الله عليها وما كانت إلا ساعة وإذا بولد فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخيب من أمي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلت نعم ها هو ما عمر بيك نائم تحت هذا الكساء فأقبل علي بن عليه السلام نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال وعليك السلام نعم
أحرزهم صدقاء ودخل علي عليه السلام معه تحت الكساء لهم ما صلي على محمد وآل محمد قال الله سلام لا عليها ثم أقبلت له الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه السلام عليك يا من سار الله أتى لي نفس ما أتى هذا الكساء فقال نعم قررت لك فدخل علي بن عليه السلام معه بيت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمه ولم اكتملوا جميعا بيت الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله اتعذروا لي ان ادخل معكم بيت هذا الكساء فقال له ولك السلام نعم غلظت لك ودخل علي عليه السلام معه بيت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد قالت فاطمه سلام الله عليها ثم اقبلت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا ابتاه السلام عليك يا رسول الله اتاذن لي ان ادخل معكم فاتى هذا الكساء فقال له ولك سلام نعم قال بنت لك قال بنت لك فدخلت معهم بيت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال علي عليه السلام فقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من صار الله يقول لك فإذا وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مدهية ولا قمر منيرا ولا شمس مدهية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يجري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم بيت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد إن الله عز وجل يقرؤك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرض مهدية ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء خمسة الذين هم بيت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله وقال لهم إن الله عز وجل دعوها إليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وقال قال تحت الكساء من الفضل عند الله تبارك وتعالى وقال النبي والذي باعثني بالحق نبيا وصفاني برسالة النبي ما ذكر
خبر هذا فيما باسم المعبد يا ذي الارض وفي دم منشيتنا ومهجينا الا ونزلت لهم رحمه وعفتهم ولا عارفه واستغفرت لهم من عين تفرقوا لهم ما قد على محمد وعلى محمد فقال عزيزنا السلام إذن الله خذنا وسجدنا وكذلك شيطنا فاردوا وسجدوا ورب الكعبة فقال قل يا علي هو الذي بعثني برب نبيا وصفاني برسالة نبي ما ظفر خبرنا هذا فيما في من محافل أهل الأرض وكيد من شيطنا ومهدينا إلا ومن فيه هذا فيه من فضل من فضلك وفيه دم من شيطنا ومهدينا وفيه مؤمن الله وفرد الله همه ولا مؤمن الله وكتب الله همه ولا تعدل حال الدين الا وقد الله حالته فقال علينا السلام اذا والله خذنا وسعدنا وكذلك شيطنا فازوا وسعدوا في الدنيا والاخره اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود بحق عزيز من تعالى وبحق فاطمة وأنت فاطم السماوات الارض وبك الحسن وانت المحسن وبك الحسين وانت قديم الاحسان وبحق العلم التي تختارنا من ذرية الحسين عليه السلام اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى ذكر الحسين فقال الله في الرساله هذه ثانيه ترى فلا بانی بد مجھے میں پوری کر پر سچے حاضری میں بس میں ان کی جان مار کر رابط سے بات کر پڑھ رہا بندوں کو سمجھ دینے میں قرآن کا کام لگا